ياو، بيقول لك ايه؟ شربت من نيلها، جالي تسمم، عملت غسيل معده. ام الدنيا بس دنيا واخدانا في الايد لعبه وعايزانا خنلها. ما احنا بالتطبيل بنعلى، احنا شعب بالتعريس نفعنا، وده سبب ان شيرين في نعمه. مشيت في شوارعها والسواد في القلب نابع، بسلاح في جيبي طبيعي صاحبي مات في نفس الشارع. واللي كان قتله واتنين من نسله من لحم ودمه لاجل الفلوس، بنت الوسخه اتقتل بدم بارد. مشيت في شوارعها وياما كتير شفت قرف، بحمد ربي الف مره اني ما عنديش اخت وسط شعب بمخ مسيطر عليه الجنس والنسوان. ده نقص والتحرش بيخليه يحس بالكمال، فاحس بانتماء ازاي في بلد وسخه رؤيه تسجن عليه؟ كذب عليك اللي قالك انك ولد تسعه، عشان حرفيا المساواه هنا في حاله واحده. لو هتطلب علم اطلب معاه شاي مكانك على القهوه. اصح ما كانش ينفع اعمم، ده حتى المساواه بتاعت القهاوي شبه اتعدمت. زدنا على العنصريه الطبقيه وعنصريه الدين، ان الناس بتحكم عليك من الكليه اللي انت فيها، فتبقى فاشل لو دخلت تجاره فنون اداب حقوق، كان البشر في طب وهندسه الباقي ولاد شرموطه. كان مفيش حاجه اسمها قدر ومكتوب، او لو ما دخلتش كليه قمه انتحر واموت. طبعا اهلك هيعيروك جيل منافق، ازاي عايز نطلع سوي وانت زارع في تفكيري اني فاشل؟ والمشكله انك فاكر ان كلمه زي دي بتديني دافع، لو فكرت انطق بالصوت هتقول ان جيلي تافه. يو ذاتس ات.